أول يوم تسجيل عملنا فيه 226 ملف علما وأنه آخر يوم تسجيل عملنا فيه حوالي 10,000 ملف هذوما لكن كان اليوم هذاك كان مهم برشا الجملة جملة ملف المودعة إلى حدود 31 ديسمبر 2015 23,727 ملف منهم 3,990 لنساء ضحايا ومنهم 1,800 وملفين فيهم مطالب تحكيم ومصالحة الجهات الضحايا في 31 ديسمبر دونك 5 جهات ضحايا ووقتها دونك كان موجود عندنا 4 مكاتب جهوية لاستقبال الملفات لاستقبال الضحايا بالنسبة لجلسات الاستماع إلى حدود 31 ديسمبر 2015 دونك وصلنا 1938 جلسة استماع منهم أكثر من 350 جلسة استماع استعجالية وجلسات استماع مخصصة لنساء الضحايا 226 وكانت جلسة استماع أمنوها 12 فريق استماع اللي هما اليوم أكثر من ضعف يعني مرتين وقتها يعني كان فما أيضا يعني وضعت الهيئة 4 وحدات متنقلة تتنقل للضحايا لجلسة الاستماع بالنسبة للحالات الصحية الصعيبة والحالات الاجتماعية اللي ما كانش للضحايا ما تنقل للهيئة بالنسبة للانتهاكات كانت الأرقام تاع الانتهاكات هي على حسب الملفات اللي تم فرزها إلى حدود 31 ديسمبر 2015 واللي عددها 17,091 ملف وقع رفض منهم 454 ملف فقط اللي هو ما يتجاوز 3% من عدد الملفات ولاحظنا أنه فما 10 انتهاكات من 32 انتهاك اللي الهيئة بوبتهم يمثلوا حوالي يعني قرابة 90% من جملة الانتهاكات اللي وردت مع العلم أنه المعدل في كل ملف حوالي بين 3 إلى 5 انتهاكات في كل ملف يقع إيداعه هذا هي المعدل الانتهاكات الأكثر ورودا فما المنع من الارتزاق وكل أشكال الاعتداء على حق الشغل بنسبة 60% في نصف الملفات 50% الإيقاف التعسفي النسبة هذه طلعت وعندكم في الملف الصحفي تحيين يعني قاربنا 60% بالنسبة للإيقافات التعسفية انتهاك حرية التعبير والإعلام والنشر 47% والاعتداء على الحرمة الجسدية أثناء الاحتجاجات والمظاهرات أو مناسباتها 39% التعذيب 38% هذا الرقم في حدود 31 ديسمبر 2015 لكن أيضا الرقم اليوم في حدود 50% من الملفات فيهم تعذيب الرقابة الإدارية 26% من الملفات ورد فيها الانتهاك هذايا وفي 25% من الملفات ورد الانتهاك الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة نحب فقط نبرز يعني صلة ما بين الانتهاكات انه اللي شفناه انه بالنسبة للإيقافات التعسفية على الأقل 3/4 الحالات يكون بعدها يكون فيها تعذيب وعلى الأقل في 50% من الحالات فما رقابة إدارية لاحقة بالنسبة لمعالجة الملفات دونك ذكرت رقم الملفات التي تم فرزها التي تم رفضها أيضا وبالنسبة لملفات تحكيم المصالحة وقعت دراسة 190 ملف إلى حدود 31 ديسمبر 2015 في التواصل مع الضحايا الهيئة ركزت مركز نداء منذ تدشينها وورد علينا أكثر من 18,000 يعني اتصال من الضحايا أو من المواطنين باش يتسألوا على مختلف الأسئلة الأكيد هو أنه تركيبة الملف كيفية إيداعه والمقرات هي من أهم الأسئلة اللي وردت علينا المركز النداء أيضا يقوم بمهمة أخرى اللي هي أنه يعطي إشعارات لكل مصالح الهيئة من المعلومات اللي توردهم المواطنين